السياسة لنا هي حقيقة، ولكن السياسة صعب كما نعملنا التعاقد السياسي مع المواطنين، ما بدناش نتعاقدوا على أننا سوف نشتغل فقط في سياقات السلام. هذه الحكومة ديال التحدي سوف تشتغل في مختلف السياقات سواء كانت سلام أو صعب، لكن المردود التنموي يجب في كل مرة نتكلموا عليه ونعطيو مؤشرات عليه وكيفاش غادي وكيفاش يتقدم وشنو هي الأمور اللي كتقدم وكتأخر. واحد من الدراسات اللي عمل محمد عبد الجابري غمار السياسة كيتكلم على مرحلة ديال التأخر الديمقراطية، وتيقول في السبب الرابع تيقول سوء الطالع. في البداية ديالي في الجامعة قريت الكتاب يعني بأن الموضوع ما يعجبش، ما سوء الطالع، السياسة ما كاينش سوء الطالع، صدقوني هناك سوء الطالع، حتى السياسة هناك سوء الطالع. فهناك بعض العناصر اللي كتداخل بعض المرات فيها الخير، لكن ما كتكونش يعني مكسوبة ومعروفين التداعيات ديالها. الحكومة هذه دخلت كيف ما قلت وبقات واحد الوضع معين تعاملت معه بعقلانية. أول المقتضيات هو رفع الاعتمادات الموجودة في صندوق المقاصة، اللي ما كيعرفش صندوق المقاصة هو اللي منه تنتحملوا الفارق ديال الضغط، لأن الضغط السعر الحقيقي ديالها هي 140 درهم، الحكومة كتخلص 100 درهم على كل ضغط تستهلكها المواطن، هو اللي منه تيتخلص الفرق اللي كاين السكر، اللي منه كيجي داك الدقيق ديال الزون اللي متأكد بأن المنطقة ديال تيزني مع سيدي كيستافدو منه. واحد 10 مليار ديال الدرهم اللي هي 100 مليار سنتيم تزاد في الدقيق وقمح. هذا الأسعار ديالو على المستوى الدولي، وحنا خدمنا واحد السنة صعبة ورفعت. فصندوق النقاط الصغير 22 قرب لواحد 40 مليار اللي هي 4000 مليار سنتي، هذه كلها اللي هي إمكانيات حطتها الحكومة في الوقت اللي كانت تتوقع بأنه صندوق النقاط الصغير يكمل 32 مليار درهم فقط. بخصوص النقل ديال الدعم ديال النقل غادي نسالي السنة واحد ثانية السنة واحد ربعة فاصلة جوج على ما اعتقد مليار درهم، اللي هي امكانيات كبيره تسعه ديال الدفعات اعضاء المهنيين باش يبقى النقل في الاسعار ديالو المحدوده، خصوصا هذا الشيء اللي كاين هاد الايامات. يعني اللحوم الحمراء والخضار ما عندناش نشوف رشيد اخر قاعه بين رشيد، شحال ديال رمضان شحال ديال رشيد يسكر؟ 150 درهم، حد 150 درهم في السنه. يوميا رشيد كيصلي بزاف كيصير فيها الساعه 100 رمضان هذا بالمناسبه، شكرا للسي رشيد. هذه القضية ديال المنطقة هي مرتبطة بظروف مناخية، ولكن الحكومة قد تجمع هذه الإجراءات الحمد لله من هنا كنشوفوا بأن السعر غادي كينزل، لأن الحكومة حاسة بالمواطن وضعت اللعبة، هادشي كله تحسوني وتعرفوا، لكن لابد أن أعترفوا بأنه اليوم هناك مشكلات كثيرة، أولا السياسة ديال التسويق اللي بها صعوبات، ثانيا اللحوم الحمراء اللي عوامل متعدده تجمعات، كانت كورونا، كورونا من الجفاف، كان الارتفاع ديال الاستهلاك، التقطيع ما كانش وضعيه مزيانه، فالحكومه دارت جوج اجراءات باش تعالج هذه المعضله، اولا زولنا الرسوم الجمهوريه اللي كانت على الاستيراد ديال العجول باش نحميو القطاع الوطني، والحاجه الثانيه هي زولنا التربيه، يعني الضريبه على القيمه المضافه اللي كيدخل عجل من الخارج كانت توصل واحد 20% حتى هي زاد. هاد الإجراءات بدات اليوم نعطي الأكل ديالها، وإن شاء الله في رمضان قبل رمضان إن شاء الله غادي يكونوا في وضعيات معقدة، يكونوا في وضعيات إن شاء الله معقولة. لا ولكن تأكد هادشي تعمل، ولكن في نفس الوقت مشينا شتغلنا على ملفات كبيرة اللي ما طالبوا بها هذه السنوات. جات سنوات الصحة والتعليم. راميد الناس اللي كانوا في راميد وكانوا كيتشكاو انه كيمشيو للسبيطار وما تيلقاوش واحد الامكانيات خاصه النساء. اليوم هاد الناس راميد كتبدا عليهم الدوله والحكومه المساهمه ديالهم، عندهم الحق يمشيو للقطاع الخاص كما عندهم للجاليه والقطاع العمومي. التعليم والصحه بجوج الميزانيات ديالهم هاد السنه راه 800 مليار درهم اللي هي تقريبا واحد 10000 مليار ديال السنتيم. هذه امكانيات كبيره تزيد على الحوار الاجتماعي اللي كان مع مختلف الفئات سواء كان رجال التعليم ولا الاطباء ولا مختلف الفئات. الحكومه ملي كتشتغل بهذا النفس الاصلاحي لانه راه سهل جدا اليوم في الماده شي ماده تفخم، ولكن صدقوني راه ما غادي يكون لا امن ولا صحه ولا تعليم
ولا أمل اجتماعي ولا حتى حاجة. دونك الإمكانيات اللي كاينة عند الحكومة غتولي كلما زادت خيرها بها. فهذا ما كيعنيش بأنه خصنا نوصلوا لواحد المستوى اللي هو المستوى الاستهداف، لأنه كاين الناس محتاجين بزاف، كاين الناس محتاجين شوية، وكاين الناس ما محتاجينش. هذو اللي ما محتاجينش عندهم الإمكانيات، ولكن هذو اللي محتاجين شوية خصنا ندعمهم شوية، وهذو اللي محتاجين بزاف خصنا ندعمهم بزاف. هذا هو علاش الحكومة كتشتغل اليوم على السجل الاجتماعي. وراكم عالمين به وراكم عارفين بان الناس كيمشيو يتسجلوا. لذلك خص تكون عندنا واحد المنظومه ديال الحمايه الاجتماعيه اللي تكون متماسكه قوميه في امكانيه تلاعبوا لها الوضعات. صحيح لانه العائد ديال هاد البرامج التنمويه الكبرى كيتطلب واحد شويه ديال الوقت، لكن انا متاكد بان هاد الحكومه هذه سوف ينصفها التاريخ مره اخرى. شكرا لكم والسلام عليكم.